كوفي عنان، نهاية حياة في الحرب والسلم. دبلوماسي من دولة غانا، تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة بين سنتي 1997 إلى 2006. وتميزت فترة ولايته بوقوع أحداث كبيرة مثل هجمات سبتمبر من سنة 2001 وغزو أمريكا لكل من دولتي أفغانستان والعراق. توفي في 18 أوت من سنة 2018. ولد يوم 8 أبريل من سنة 1938 في مدينة كوماسي بغانا، ساحل الذهب آنذاك، لأسرة ذات مكانة في مجتمعها، حيث كان كل من والده وجده من زعماء القبائل المنطقة. درس عنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا بكوماسي، وأكمل دراسته الجامعية في مجال الاقتصاد بكلية ماك ألستر في سانت بول بمينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1961. أتم دراساته العليا في الاقتصاد بالمعهد الجامعي للدراسات العليا الدولية في جنيف بين سنتي 1961 و1962، وحصل بعد ذلك على زمالة سلون في 1971 بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث نال درجة ماجستير في العلوم الإدارية. بدأ عنان حياته المهنية في ستينيات القرن الماضي بالعمل في منظمة الصحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ثم رجع إلى بلاده ليشتغل مديرا عاما للشركة الغانية لتنمية السياحة. عاد في الثمانينيات إلى المنظمة الأممية مساعدا للأمين العام، مكلفا بالموارد البشرية، ثم بالتنسيق الإداري والأمني، ثم بالموازنة والتمويل، وانتخب أمينا عاما للأمم المتحدة في سنة 1997، وبقي على رأسها إلى غاية 2006. تنوع مجال عمله في منظمة الأمم المتحدة بين الإدارة والأعمال الميدانية، ومن أهم المجالات التي عمل فيها هي حفظ السلام، كما أن جهوده في هذا الميدان طورت قدرة ونوعية عمل القوات الدولية لحفظ السلام قبل أن يتولى الأمانة العامة للأمم المتحدة سنة 1997 خلفا لبطرس غالي. نجح سنة 1990 في إقناع العراق بإطلاق سراح الرهائن الغربيين وإعادة 900 موظف يعملون مع الأمم المتحدة إلى بلدانهم. وتوصل في سنة 1995 لاتفاق مع العراق حول برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدأ تطبيقه أواخر سنة 1996، وحافظ الجانبان على استمرار هذا البرنامج رغم أن بغداد أوقفت صادراتها النفطية في يوليو حزيران من سنة 2001 مدة شهر واحد احتجاجا على ما يعرف بالعقوبات الذكية التي اقترحتها الولايات المتحدة وبريطانيا لإعادة تنشيط العقوبات المفروضة على بغداد منذ أكثر من عقد من الزمن، فإن الاتفاق الذي كان يجدد كل 6 أشهر استؤنف بعد ذلك. شهد العالم في ولاية عنان جملة من الأحداث الكبيرة بدأت بهجمات 11 سبتمبر من سنة 2001 على الولايات المتحدة الأمريكية، وما تلاها من غزو أمريكي لأفغانستان في العام نفسه، ثم لدولة العراق في سنة 2003. ترك عنان منصبه في 31 ديسمبر من سنة 2006 وخلفه الكوري بان كيمون، لكنه عين عام 2012 مبعوثا مشتركا للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا لمعالجة الأزمة والسعي لوقف إطلاق النار بين النظام السوري والمعارضة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتجين من المدنيين. كتب كوفي عنان سنة 2010 ما يشبه سيرته الذاتية بعنوان تدخلات حياة في الحرب والسلم، ضمنه تجربته العلمية في أروقة الأمم المتحدة قرابة 5 عقود، وهو شهادة على حقبة تاريخية مهمة. حصل كوفي عنان على حوالي 20 جائزة، أعلاها جائزة نوبل للسلام في ديسمبر من سنة 2001، وجائزة الحرية من جامعة سانت غالين، وجائزة العدالة الدولية من مؤسسة ماكارثر، وجائزة كونفوشيوس للسلام سنة 2012، وجائزة غوتنبرغ سنة 2011، كما نال أكثر من 20 دكتوراه فخرية من جامعات دولية مختلفة، وكرم مرات عديدة في بلاده غانا وفي بولندا ورومانيا، البرتغال، ألمانيا، بريطانيا وغيرها. توفي كوفي عنان يوم السبت من 18 من أوت سنة 2018 بعد رحلة دبلوماسية لعدة عقود في رحاب المنظمة الدولية عن عمر 80 عاما،
بمستشفى في بيرن بسويسرا إثر معاناة قصيرة مع المرض. وقالت مؤسسة كوفي عنان إن زوجته الثانية ناني وأبنائه أما وكوجو ونينا كانوا إلى جواره في أيامه الأخيرة. وقد أعلنت غانا بلده ومسقط رأسه الحداد لمدة 7 أيام على وفاته.